ديوان إذاعي، مقتطفات من نصوص لشعراء فلسطينيين على أثير 24 FM. كلما طردت جنديا خارج النص نبتت وردة على الجدار، ورأيتني أحتفل بعودة الجسد من الجسد إلي. جندي آخر تسلل للتو، أكشط خطاه عن صدري لوردة أخرى تخرج من تعاريج القلق، وأظل أحرث الوقت للورد والقرنفل بمزيد من الشعر كي لا ألحظ دم النافرة فتسقط حديقة المعلقة. إيهاب بسيسو.